هذا الشق الأول. الشق الثاني المنتدى. المنتدى هو حديث الساعة. المنتدى نجح بنسبة 80%، تسألني 20%، نعم 10 في التنظيم و10 في عدم انضباطهم في الوقت. المنتدى كان الحضور الإعلامي كبير فيه. الحقيقة الجلسات كانت 50 أو 60 جميلة، لكن كانت الجلسات الجانبية مهمة جدا. التواصل، أنا أسميه تواصل الرحم بين الإعلاميين. أنا كل واحد يشوف سلم، أوه لي 10 سنين ما شفتك، لي 15. فشكرا لأخونا محمد بن فهد الحارثي أنه شجعنا على صلة الرحم، جمعنا تحت. أيضا أثبتت الرياض أنها ستكون هي قبلة الإعلام العربي، شاء من شاء وأبى من أبى. أيضا دائما هيئة التحكيم، وأنا الحمد لله اشتغلت في جائزتين، هيئة التحكيم كلها سعودية. بعض المنتديات في الوطن أنا بعرفها اللي فيها ليسوا من المواطنين نفس البلد. هيئة التحكيم كل اللي حكموا، أنا حكمت فرعين للجائزة، كلهم سعوديين بنسبة 100%، وهذا فخر أن نحن نعطي جائزة وأيضا نحن نحكم. خليني أتكلم أيضا عن نوعية الحضور، فعاليات متعددة. بقي نقطتين عشان ما أطول عليك. أول شيء الدعوات، في ناس ما دعوا ساخطين، وهذا طبيعي، يعني أنه يدور ويلف ويدور حول ليه ما دعيتون. لذلك أنا أقترح لأخوي أبو فهد محمد الحارث السنة الجاية ادعوا فقط من يشارك بالندوة، والباقيين افتحوا لهم رابط تسجيل ويجون على حسابهم. الحمد لله شفتهم زحمة. صحيح. لا تخاف حيجيك ملك. على فكرة أغلب الحضور كانوا عن طريق رابط التسجيل. بالضبط. بقي النقطة الثانية اللي شنوا عليه حملة الأخوان بعض الكتاب القديرين، أحترمهم عن أنه ليش تستضيفون المؤثرين وليش تسمونهم مؤثرين. أول شيء قالوا أنت اللي جبتهم، أنا ما جبتهم، أنا اللي جبتهم هيئة الصحفيين، أتشرف أني جبتهم وأتشرف فيهم، بس مو أنا اللي جبتهم، أنا لست عضوا في هيئة الصحفيين. هذا واحد. ثانيا أنه 50 ندوة ما يكون فيه لا وسائل التواصل لا حضور، من يقلل من جهود عبد الله الخريف؟ من يقلل من جهود فيصل عبد الكريم؟ من يقلل من جهود طراد؟ من يقلل من نشاط الاخت ايناس في السناب شات؟ شئت احنا ما نجيب الناس اللي نحبهم ولا الناس محتوى عندهم محتوى، هم يقولون ما عندهم محتوى، محتوى عندهم بس ما يلائمك، ممكن محتوى انت صحن بيض ما يناسبك، لكن في الاف الناس ينتظرون البيض ولا لا؟ انا شفت اليوم هجوم بس بالاسم انه انت كيف تستضيفهم؟ كيف تدير الندوه؟ المفروض انت ترفض هذول، من يجيبهم؟ هذول يا اخي ناس ترفض، لا ناس مبدعين، ناس لهم قيمه، ناس لهم حضور. وبعدين 53 جلسه تستكثر عليهم جلسه، نسيت كل الفعاليات، انت درت ندوه، فلان دار ندوه، كل الفعاليات ممثله، شباب ونساء ورجال وعرب وعجم كلهم موجودين. يجون شنون حمله علي انا، يقول لك انت ليش تجيبهم؟ وليه ما اجيبهم؟ انا اتشرف. طيب هل في اسماء بديله طرحت؟ ولا هو كان الرفض لفكره انه حضور لا انه ذولا ليسوا مشاهير التواصل، ذولا ليسوا مؤثرين، ذولا ما عندهم تافهين، ما عندهم محتوى. ليه؟ عندهم محتوى، لو ما عندهم محتوى ما صار بنان. انا اقول لك باختصار، بين قوسين هي غيره. هي غير لا يمكن نقد طبيعي يا هو النقد طبيعي. هو اين النقد؟ هم يقولون انهم ليسوا مؤثرين، كيف اذا كان انهم الشركات تستعين فيهم، متابعينهم بالملايين؟ يقول لك المتابعين ليسوا مقياس. طيب ايش المقياس؟ محتوى. ترى القرد لما ينقز هذا محتوى، اي انسان عنده محتوى، لكن احنا نبغى المحتوى. انا شفتهم كلهم كتاب كبار، انه هذول تافهين. انا معك انه ما يصيروا هم الواجهة، لكن ترى المنتدى في كم 50 فعالية، ترى جابوا النخب وجابوا العاديين وجابوا السوشيال ميديا وجابوا المبتدئين وجابوا المنتهين وجابوا الرواد. خلاص ما تقدر ترضي الناس كلها. أنا أتمنى أني أنا اللي جبتهم، بس مو أنا، أنا ما أدعي شيء، أنا ولا لي علاقة في المنتدى، أنا مجرد مساعد لهم فقط. جميل. نروح فاصل. بسم الله. فاصل أول ومكملين.